اوكي اعتقد كذا خلاص خلصت، حطيت اغلب الاشياء اللي احتاجها، بس خلاص اخر شيء بحط البيجامه لانه مش باخذ هدي كمان لا انسى. اخذت توب، اخذت كروب توب، واخذت هذا الجاكيت الاخضر وريتكم هو، واخذت برضه الابيض. لازم حليب كي دي دي، صارت جاهزه. ونشوف ايش لقينا. لقينا كذا يبيعوا هذه الاشياء اللي في البحر، كريمات تان. احترت نشتري ولا لا؟ بس ما استفيد منها. وصلنا الدره، الحين بنروح ندور على فلتنا. الاتجاه نحو اليمين، الاتجاه نحو اليمين. اقول لكم التوريط اللي تورطناها. بالله ما بحكيهم، ما ابغى حكي انا ايش رفع العفش. ارفع صوتك. ما ابغى حكي ايش رفع العفش اللي عبينا. يا جماعه تخيلوا احنا على اساس ايش، خلاص جينا الدره فرحانين مبسوطين جايبين معنا كريمه. كل شيء خلاص، شوفوا كيف الاغراض ورا. وجايبه ماما، شوفي جايبه معاها الحاف، جايبه الحاف ماما، مره مصدقه حبيبتي. جينا فرحانين خلاص، رايحين نوري الرجال انه يلا ندخل بيتنا، يعني خلاص ندخل. قال ما في حجز، ما في غرفة ندخل، يعني الشقق محجوزة كلها. طب هو ليه تصاص يرد علينا في الصبح؟ ما أدري. ويرد علينا قبل. أنت أكدتوا له؟ طيب قلتوا له إنه خلاص أيوه نجي؟ خلاص أيوه. وأنا بصورة فلك كامل أقول لهم إنه يلا الدرة. طيب إيش الحل؟ يلا نرجع بيتنا. لا ما نرجع البيت. ما نرجع البيت. والله شوف من وقفة أبوك يعني من جد ما في. أنا ما راح أرجع البيت. بنام في البحر. شنو في؟ والله هناك جوا الناس nothing of it. تخيل واحد كذا منبطح وحاطه شبشب تحته كذا منسدح على الارض كله موت. اتوقع انه مدخصه بدون حجز. مو التوريط يا شيخ. ايش ايش؟ ايش يقول كلام عيد الفطر؟ بابا كلم الرجال قال له انا جاي من مكه واذا صرف له ما يدور بعد الدراجه. قال لي ما في الا دور. قلت له ما دور واحد ايش نسوي فيه؟ ما يبى الدور الا واحد، يبى في الارض عشان انت تلعب. ايوه ايوه. بعدين قال له عشان في دراجه وكذا. بعدين قال طيب انا اكلم اسلم هذا بنقالي. شوف اسلم ايش حيسوي لنا. شوف اسلم ذا. جا جا بابا، جا بابا. من نظرة الرجال. استنى ها ايش؟ ايش في؟ الظاهر انه فينا في الموضوع. بابا حيكفخني واجي. طيب دخلنا نشوف شقة ثانية قالوا لنا عليها. والله مرة انغدرنا غدرة. كان الحمد لله لقينا فيلا ثانية. وشو انها راحت علينا ايش يا بنات؟ ربي هذه مرة احلى بكثير. خلاص بلف 200 واذا نشوفها شيء بلف جيل زيادة. كرم امي بيقول لك كل التفاصيل. مسبح اي عندنا مسبح كل شيء. كرم ايش بك متحمس؟ يلا ادق دق 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 دق. مره فلان دين مين جيني شحرور. ما اعرف احد بالاسم هذا. طيب انا المعلم. ما كمل كلامك. عشان نبدا من هنا. على اول شيء نبدا بالقسم هذا اللي احنا نطينا فيه. ايوه بالقسم هذا. هي الغرفة شوية تخوف بس انه عادي يعني. ما عليك مرضية، ارضية حمام. هنا حمام. شوفوا شوفوا له. ايوه حطت. يلا نكمل. من هذه هي الغرفة. شوف بالله حركات. ايش الحركات؟ الورد. ايوه 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 ايوه. ايش بيسوي هذا؟ فين راح؟ زلا. ما وريناهم الفيو. الفيو على مسبح. الابراج، على الابراج. المسبح. يلا واحد اثنين. كرة ما لنا دحين بالعباية بس نصور لكم. كل التعبان لكم متابعين. تابعنا 1200 عشانكم والف زايدة. اوكي اللي بعده هنا في اغراضي. ايش رايك ايش نسوي؟ ايش رايك نسوي مقلب ماما وبابا نرميهم هنا؟ هذه غرفة ماما وبابا ترى، عشان كذا نقدر نرميهم هنا. صح من اليمين نشيلهم. نشيلهم. هذا هو مسبحنا اللي هو
المسبح خاص فينا يعني من برا ما حد يشوفنا. اسمع اسمع تعال 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 نخرج تعال نخرج من هنا نخرج من هنا. هدف انا صور امكم دحين كلكم كده. لا 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 في دبور دبور دبور. It's time or what's time. يلا دحين بروح نسبح بنات. مرة متحمسة مرة. تخيلوا المرة هذه أول مرة بس فيها المايو هذا. آخر مرة يعني اشتريته كنا على أساس في تركيا بس لما رحنا ما كان فيه يعني مسابح ولا شيء. فهذه أول مرة لازمني شوي متوترة صراحة. فدحين بنروح فبس باخذ معي هذه القطعة هذه عشان أصور لكم جوا. حتى في البحر أفكر فيكم. شفتوا كيف؟ يلا يلا يلا. شوفوا بنركب دباب. شوفوا هذه مره تحمس البنانة. قد جربتوها؟ قد جربتها في شرم الشيخ بس. جيت اغسل رجلي دخل الصدف هذا. غسل غسل غسل. امشي 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 بسرعه بروح باب بيسجل لنا دباب. معلش اقصد جيت سكي. معلش احنا في الجرة لازم نسير ارقى. دباب قال ها دباب كرم وريهم الاصابة. ايه يا شوفوا ايش جبنا نحطها في البحر. احلى قلبة جي بطيح تعال تعال شوف شوف كم نسبة حماسك من 10؟ 10 من 10. يعني الصراحة يعني باخذ هذا عشان اللون عجبني. بس كيف بسوق احس هذاك اصغر على المقاس. سعولي سعيلة. ايش باك؟ الناس مبسوطين وكرم يهاجس. خلاص كرم في الأمة خلاص. آه لو سمحت ممكن تقوم عشان أركب بليز. آه بلبس هذا عشان لا نموت. استغفر الله استغفر الله. كلبست يا سعادة. أطيح أطيح. يلا الدباب الدباب. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. انا راكبه مع بابا. نسيت نسيت. الدباب خرب. امانه خرب الدباب. بنبدل هنا دحين. يلا دحين انا بسوق. بسم الله. امسك امسك الجوال. كيف امشي؟ هذا سهل. هذا؟ هذا هذا اللي نار تفكيه. هذا غسيل. خلاص وضحت الخطة. ايش بسوي دحين؟ بتجهز عشان بنروح ناكل. جايز تحسي سمرت ولا لا؟ انا احس انه شويه سمرت مع اني ما سويت تان. احس الاضاءه ماش. راح احط كشاف. فهمت ترى اضاءه الغرفه خايسه مره عشان كذا اقول لكم من دحين. بنات
هذا وانا ما سويت تان تخيلين، يعني انا فينا الشيء الوحيد اللي سويته مره يعني اعتبر كذا كانه شيء في الصيف، اني بس ركبت جيت سكي، بس ركبت الدباب حرفين. اول ما رجعت دخلت البيت حقنا، ماما طلعت قالت سمرتي، انا ما احس اني سمرت مره يعني، بس يمكن بس اخذت اللون كذا. اصلا مستغربه من نفسي انه هذه السنه ما يعني كذا، كنت مصممه اني ما ابغى اسوي تان. انا كل سنه اسوي تان حرفين نطلع غبار مكيف، بنات مره اطلع كذا مره لون رصاصي. يا اخي هل انا الوحيد اللي لازم اتضارب مع هذا عشان افتح؟ اوكي، بحط البليشر هذا، بحط هذا البليشر كذا من فوق، ترى شويه حيخف شويه يخف، لازم كذا نحط بليشر في كل مكان ان ترى احنا مسويين تان. اوكي، كل شيء قاعد ادمج بالبيوتي بلندر، كل شيء. في واحده في تيك توك اول تقول لي جوجو سوي تحدي اللي هو انه ادمج كل شيء بالبيوتي بلندر، ما ادري هل جد خطتي. البس عدسات، بس محتاره. اسمع، بخلص الميك اب واجي. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، من اول اصلا كنت ابغى اخذ هذا، يعني حتى لو جاء عشرة على هذا ما راح اخذه. اوكي خلاص، دحين بستناه يصير واكله، ولو ما لو سوينا شيء جديد بصور لكم. اتوقع بروح السقالة اصلا بعد العشاء، العشاء قاعد يقدم، ف نجيكم شوية. شوفوا، لنا فترة ندور على الفلات كراسون حق بارنيز، لقيناه اليوم بالصدفة في المحطة، خدنا كل الانواع. واضح هذا ما صد، واضح. عبال ما يصير بصارف طلع اهلي قاعدين يطلعوا فيني من البلكونة. جماعة اقول لكم الصراحة اني اتضربت مع اهلي، يعني تخيلوا ليش الحين انا جيعانة بموت جماعة، من انا وفي البحر جيعانة بموت، ولو لما ادخل يقولوا لا استني بعد العشاء بنروح السقالة، ما في بعد العشاء، انا الحين باكل. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. حار حار ايش؟ ايوه ما حطيت الزيت. دي بس عب. انت حابه تحطي الزيت ولا لا؟ انا عادي ما تفرق معي صراحه، انا ما اعرف شلون الزيت ولا شيء. طيب جيب شوكه وتعال كل معايا. ماما كرم مسوي اندومي، قلت له يجيب شوكه ياكل معايا، قال لا. لا تفل، انا غطيت شويه. تخيل ايش نسيت، تخيل ايش نسيت في الشنطه. نسيت الحليب، بيكون خمج، بيكون خمج. زين شم ريحته، ريحته يعني شويه كذا خايسه، يعني خمج يعني مع سوء الحظ. بس خلينا نشوف. بسم الله، ريحه حليب. ما ادري بروح اشوف احد تنفسه كويس، انا تنفسي راح مع البحر. امارين تاخذ حط امارين شطه مع هذا. تتحدان ايش؟ تحطي شطة مع هذا. اوكي. تشربي فمك كاملة شطة. طيب حطيت. اشرب فمك الشطة. ايش تباني حرقان؟ ياه. شوف لونك صار احمر. الله يكرمك. بسم الله. نم جوجو. انا بساعد في الحمام. ما عجبني. من الموية قليلة حطيت شطة صار. ليتس جو. ترى. نزلنا قاعد اكل حلاوه. قاعد اشحن جوالي عشان كذا. يا منانا
حب الورود، منظر الورود the best. نيجي كار ونرجع البيت. وصلنا السقال رجولي. اصبعي 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 اصبعي. أنا توقعاتي تقول إيش؟ إنه ما في ناس، لأنه اليوم سبت وبكرة أحد دوامات وكل شيء، فما أعتقد. أهبطين أهبطين، طرحة ما هي راضية تصير. ماما تعالي بقولك شيء. شوف أصلاً معلوم إن أنا ترى آخر مرة جيت الدرة يوم كنت صغيرة مرة. ثالث ابتدائي. أيوة. ثالث أو ثاني. الكفي اللي فيه الألوان. فيه اللي يظلم لا حتى كذا اللي يظلم مو ايش يظلم ايش ما عارفه اتكلم ينور في الظلام رب الكعبة نفس توقعاتي من يوم انا صغير ورب الكعبة الحين فاضي ما في احد شوف كيف الناس تيجي الدره انت تيجي السقاله ولا حقت العجائز ولا ايش السالفه سفن ولا سفينات ما أدري سفينات سفن that's your day every wake up every time with no control صوت بنلعب كرم سيب الدراجة هنا دقيقة وقف ولد وقف بلعب معاكم يلا انط ايش اسوي استنى يلا لا يلا لف بسرعه يلا حطي معلك دخت اي راسي صدق خلوا في بزر هناك من اول قاعدين يقولوا الا هي مشهوره والله هي المشهوره وانا قاعد العب معاهم ما يدرون ان انا هي بحد ذاتها يلا نلعب بسم الله صح ايش طبعا دحين جينا فين جينا البقالة الجرة يتسكى الحمد لله ما في حد في الشارع كي قاعد تسوي حركات غريبة حسبي الله على الطرح it's time to اسواق الدرة خلاص رحنا البقالة اشترينا بنات بموت في ناس عرفاني جوا في بنات مرة عسل مرة عسل اوكي خلاص رجعنا بس بخيانة اني ما صرت لكم قاعدة اسوي ماتشا حتى في الدرة ماتش يما بسم الله الرحمن الرحيم نغسل عشان ما نتفقع من الوالده